حضرات السادة المشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حماة العراق، فأهلا وسهلا بكم. تحية من هذا الطفل تكفي للذود عن البراءة، ونصرة من العراقية المجاهدة خير دافع للشهامة والانتصار. نقاتلهم من أجل سلامة الأرض والوطن والإنسان، ونطاردهم أينما يكون إرهابهم والعدوان. فلا يقف أمام الباسل الشجاع ألف جبان، عقابهم قادم وهزيمتهم آتية. فالشعب بيتي والعراق عشيرتي، والأرض نحن لإسمها عشاق. زار السيد وزير الدفاع قيادة عمليات تحرير نينوى، واطلع على سير العمليات العسكرية، وتفقد الخطوط الأمامية وصولا إلى قرية مهانة المحررة، حيث أشاد بالتقدم الكبير الحاصل في العمليات العسكرية. من أجل ديمومة الانتصارات المتحققة في قواطع العمليات كافة، والاطلاع بشكل ميداني على تقدم قطاعات الجيش العراقي في قاطع عمليات تحرير نينوى، زار وزير الدفاع الدكتور خالد العبيدي مقر العمليات، يرافقه رئيس أركان الجيش ومعاونو رئيس أركان الجيش للعمليات والميرة، وقائد القوة الجوية وقائد القوات البرية وكبار الضباط في الوزارة. السيد الوزير عقد مؤتمرا صحفيا بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وأوضح فيه سبب الزيارة التي جاءت للوقوف على تقدم العمليات العسكرية. هناك إيجاز واضح جدا من قبل قائد العمليات، اتطرق إلى سير العمليات بشكل دقيق ومفصل، وكذلك أوجز في بعض متطلبات هذه المعركة، ووضح بأن هذه العمليات تسير بشكل دقيق جدا ووفق ما مخطط لها من قبل العمليات المشتركة. وهناك صفحات في هذه المعركة أنجزت الصفحة المهمة فيها، وإن شاء الله خلال أيضا أيام قليلة قادمة سيتم إتمام هذه المرحلة من المعركة. المعارك كانت حقيقة نموذجية ومتميزة، حققت القوات الجيش العراقي المتمثلة باللواء 91 والفرقة 15 واللواء 37 الآلي إنجازات كبيرة، أوقعت بالعدو خسائر كبيرة. العدد لقتل الدواعش في هذه المعركة حدود 1300 قتيل، وهذا رقم كبير جدا. خسائرنا في صفوف القوات المسلحة البطلة قليلة جدا، تكاد تكون لا تذكر بعدد أصابع اليد، والحمد لله هذا إنجاز كبير، وإن شاء الله سيتحقق النصر وتكتمل هذه المرحلة من المعركة المهمة في قاطع مخمور قريبا جدا، وبسواعد وتضحيات أبناء القوات المسلحة الباسلة. بعدها تفقد سيادته الخطوط الأمامية لمحور مخمور حينما وصل إلى قرية مهانة المحررة، واطلع على سير المعارك الجارية هناك. معالي الوزير، اليوم شو نشوف يعني عمل القطاعات وتقدم القطاعات العسكرية في هذه المحاور تحديدا؟ والله الحمد لله واضح، ومثل ما رافقتونا بهذه الزيارة كان إنجاز كبير، تقدم أيضا واضح جدا، الأراضي المحررة كبيرة، النقاط اللي تم السيطرة عليها نقاط استراتيجية مهمة، انحصر العدو مع شريط نهر دجلة إن شاء الله. أعتقد خلال أيام القليلة القادمة ستمكن قواتنا أيضا من إكمال تحرير هذه المناطق. نعم، القطاعات العراقية والجيش العراقي هل خاض معارك شرسة ضد تنظيم داعش؟ أكيد، ما داعش قاتل ويقاوم، وبدليل الخسائر اللي تكبدتها داعش في هذه المعارك 1300 قتيل، يعني هذا يدل على حجم المعركة الكبيرة اللي خاضتها القوات الأمنية العراقية والقوات الجيش تحديدا الموجودة في هذا القاطع. فيما أكد رئيس أركان الجيش أن الزيارة جاءت للإطلاع والإشراف على صفحات المعركة وما تحقق من انتصارات. إنجاز رائع جدا، منذ شروع القطاعات ولحد الآن كنا مواكبين التقدم مالها. لا ننسى أنه مناطق مرتفعة بها وديان، كان العدو متمركز جدا في هذه المناطق، أخذنا تقريبا أكثر من 75% منها إلى 80%،
أجلنا 20% حتى نصل إلى النهر لأغراض تكتيكية حقيقة، الخطط جاهزة والقطاعات جاهزة حتى نقدر نزامن العملية مع المحور اللي انطلق من شمال البيجي. الانتصارات الكبيرة المتحققة في قواطع العمليات هي ثمرة الجهود الكبيرة والتضحيات التي يقدمها أبناء الجيش العراقي في حربهم العادلة ضد التنظيمات الإرهابية التي انهارت في العراق بعدما اقتربت ساعة تحرير آخر شبر من أرضه الطاهرة. لبرنامج حماة العراق سلام ربيعي. حضر وزير الدفاع مؤتمر الحشد الشعبي الذي أعلن من خلاله تشكيل حشد عشائري يضم كل أطياف محافظة نينوى لينالوا شرف المشاركة بتحرير المحافظة العزيزة. المتيسرة حاليا كافية لتدريب أبناء الحشد الشعبي في نينوى، وأكل كثير من عندهم أيضا حصلوا على تدريب وتدريب عالي وتسليح وهم مهيئين، بالنتيجة أغلبهم يمتلكون القاعدة الأساسية للتدريب الأساسي ويحتاجون إلى فترة قليلة، وإحنا كان عندنا تجربة في الأنبار، بعض المجاميع تدربت مدة أسبوعين على استخدام السلاح وبعض القضايا الضبطية العسكرية وتمكنت من خوض معارك، فأعتقد الوقت متيسر وكافي لتدريبهم بشكل جيد. أهل الموصل يرفضون الدواعش بشكل كبير ويتعاونون مع القوات الأمنية ويقدمون معلومات مهمة جدا، ونتوقع أن تكون هناك انتفاضة من داخل الموصل عندما تكون القوات الأمنية على أطراف مدينة الموصل، والحمد لله الأمور تبشر بخير داخل الموصل، اطمئنوا إن شاء الله. زار السيد وزير الدفاع الدكتور خالد العبيدي الكلية العسكرية الأولى حيث شارك طلبة الكلية وجبة الإفطار. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. ضمن جولاته الميدانية في شهر رمضان الكريم والتي تأتي مشاركة المقاتلين الصائمين مآدب إفطارهم في مقدمة أهداف هذه الجولات وزيارات، فقد حضر السيد وزير الدفاع بين الضباط وطلبة الكلية العسكرية الأولى ليشاركهم سفرة رمضان المباركة وليفطر معهم بما أجاد به مضيف مصنع الأبطال من خيرات هذا الشهر الفضيل. أعزائي المشاهدين، نلتقي بكم الآن مع معالي السيد وزير الدفاع دكتور خالد العبيدي والذي علمنا دائما على التواصل مع المقاتلين في شتى الأماكن في ساحات القتال وفي الأماكن الأخرى في مؤسسات تدريبية لا سيما الكلية العسكرية الأولى. معالي السيد وزير الدفاع، ما هي الرسالة التي تريد أن توصلها من خلال زيارتك للكلية العسكرية الأولى ومشاركة أبنائك المقاتلين؟ الرسالة حقيقة للكلية العسكرية مكانة خاصة في نفسي أنا تحديدا وأعتقد نفس الشعب العراقي كاملا، وذكرت للأبطال في مصنع الأبطال الآن والأخ آمر الكلية ومعاون التدريب أنه عندما أدخل الكلية العسكرية تنتابني مشاعر تختلف تماما عن واقع الحال عندما أكون في داخل الوزارة أو في مكانات أخرى. الكلية العسكرية هي الرافد الأساس للجيش العراقي، وإذا تراجع تاريخ العراق معظم القيادات العسكرية وحتى السياسية ترجع إلى تاريخها تجدها أنه هي خريجة هذه الكلية، الكلية العسكرية العريقة. الكلية العسكرية هي منبع للجيش العراقي، ترفد الجيش العراقي بقيادات وبضباط أكفاء، وبالدليل الأبطال من الدورات اللي تخرجت لاحقا وقبل أشهر الآن مشتركين في معارك مهمة، وفي بعض المفاصل وأنا عندي أسماء ضباط حسمت معارك على أيد هؤلاء الأبطال اللي يعني بيناتهم أشهر إن شاء الله عن التخرج. فالكلية العسكرية زيارة لها مذاق خاص، لها طعم خاص، لها نكهة خاصة. الكلية العسكرية هي تعكس هيبة ومهابة الجيش العراقي، ونحن مؤمنين بأنه الجيش العراقي في مهابة الجيش في عزة الجيش عزة للشعب العراقي، فهذا الشيء يأتي بالتسلسل من الكلية العسكرية، من ساحة التدريب في الكلية العسكرية اللي تعلمهم على الضبط، احترام سلسلة المراجع، فنون القتال. فأعتقد لهذه الكلية مكانة كبيرة ومهمة جدا في نفوس كل أبناء الشعب العراقي. البطولة في ساحات الوغى والشدة مع الأعداء، تقابلها إنسانية ورحمة مع الشعب، هذا ما يحمله الجيش العراقي الباسل من صفات والتي أكد عليها السيد الوزير ضمن توصياته للضباط المستقبل.
الاستراتيجية التي يتبعها السيد وزير الدفاع، تلك اليد الحنونة التي نشاهدها دائما تضعها على رؤوس المحتاجين والمتعففين والحالات الإنسانية، وتارة أخرى نجدك مقاتلا شرسا تقود طائرات F-16 لتقصف الدواعش. يعني هذه الحالتين هل لك أن توضحها لنا؟ هو على العكس، المقاتل لا يعني أن يكون قاسي القلب أبدا، على العكس المقاتل اللي قاتل بشدة مع العدو ويكون رحوم وإنساني مع أبناء شعبه والناس المسالمين والآمنين، لأنه إحنا غاية الجيش وهدف الجيش والقوات المسلحة الأمنية والمقاتلين هو حفظ الأمن واستقرار المواطن، فبالتالي هي أبدا ماكو فاصل ما بين هاي المواصفات أنه تكون مقاتل شديد ويا العدو إنساني ورحوم مع أبناء شعبك والناس الذين لا يعتبرون أعداء في مقاييس العسكرية. تواجد وزير الدفاع في رحاب الكلية العسكرية الأولى بين الحين والآخر يعطي دافعا معنويا كبيرا لطلبة الكلية ومعلميها، ودرسا قيما في ممارسة المسؤولية والقيادة يستفاد منه عندما يصبح أولئك الطلاب ضباطا في الجيش العراقي. الزيارة تعني لنا الكثير لأنها جاءت من شخصية السيد وزير الدفاع المحترم بنفسه، بعد أن رأينا سيادته في ميدان المعركة مع أخوانه وأبنائه المقاتلين، اليوم سيادته في مصنع الأبطال بين طلاب الكلية العسكرية، هذا دافع حقيقي لطلاب الكلية العسكرية بأن يحذو حذو سيادته عندما يكونوا في سلم المسؤولية في يوم ما. الكلية العسكرية في مهمتها انتقاء هؤلاء الطلاب الذين سيكونون في يوم ما هم قادة الجيش. هذه وجود السيد الوزير في الكلية العسكرية اليوم له طعم خاص أمانة. ليش؟ لأن إحنا الآن أمام شخصية عسكرية عظيمة كبيرة لها حب في نفوسنا إحنا الكلية العسكرية. الشيء اللي ملفت للنظر على أنه طبيعة وجود سيادته في هذه المؤسسة، التواضع من سيادته في التعامل، سؤال الطلاب، تعايش الطلاب، شفنا أنه هناك إسناد حقيقي بالشعور وبالكلام. توثيق هذه الأنشطة المتنوعة وعرضها من خلال برنامج حماة العراق كان له الدور الكبير في مد جسور الثقة والتواصل بين المؤسسة العسكرية وشرائح الشعب المختلفة، مما جعله برنامجا مميزا. لكن أعتقد برنامج متميز ويوصل رسالة مهمة إلى أبناء الشعب العراقي من خلال تسليط الضوء على بطولات الجيش، على نشاطات المؤسسات التدريبية للجيش العراقي ووزارة الدفاع. فأيضا أنا أشكركم على هذه الجهود، بارك الله بكم وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. زار رئيس أركان الجيش قضاء الشرقاط واطلع على العمليات العسكرية والانتصارات المتحققة بعد تدمير الخطوط الدفاعية لداعش وتكبيدهم خسائر جسيمة. تفقد السيد رئيس أركان الجيش قيادة عمليات صلاح الدين، يرافقه السادة المعاونين للعمليات والميرة وقائد القوات البرية، وذلك للاطلاع على سير العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة بكافة صنوفها وتشكيلاتها ضد المجاميع الإرهابية. ثم توجه إلى الخطوط الأمامية في تقاطع الشرقاط، حيث استطاعت قواتنا الباسلة من تحطيم دفاعات العدو من الأنفاق والتوغل إلى داخل القضاء، حيث أشاد السيد رئيس أركان الجيش بالجهود الكبيرة بالتضحيات والبطولات التي يحققها أبناء الجيش العراقي. أن هذا اليوم جولة ميدانية بالمناطق المحررة اللي تم تحريرها من قبل قطعات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء 92 وثلاث أفواج من جهاز مكافحة الإرهاب. الآن نحن في مفرق الشرقاط، طبعا المناطق اللي تم تحريرها مناطق حيوية واستراتيجية ومهمة جدا، قرى كثيرة أيضا منها ناحية مكحول حقيقة، استثمر فعل الصدمة من القطعات المدرعة وبوقت قياسي جدا مكننا من أن نحقق هذا النصر. القادة الأمنيين أكدوا من جانبهم بأن الخطط سارت وفق ما مخطط لها في الوصول إلى هذه المناطق المهمة ودحر التنظيمات الإرهابية وتحريرها. لقد وعد جيش العراق الباسل أن يحرر الأرض والعرض، وها هي الفرقة التاسعة المدرعة ولواء 92
والقطاعات الملحقة به من أفواج العمليات الخاصة 3 أفواج، وبإسناد كبير من طيران الجيش والقوة الجوية الآن نحن على مفرق الشرقاط. هذه المسافة اللي قطعناها كبيرة جدا لا يستهان بها. العدو كان وضع آمال كبيرة من خلال زرع العبوات الناسفة ودفعها بالانتحاريين وأيضا الخنادق والسواتر اللي كان يتأمل أن تحميه من تقدم الجيش. الجيش تقدم بكل بسالة وانفتحت القطاعات في صحرائها إلى أن سيكون الهدف الأخير هو تحرير آخر شبر من أرض العراق إن شاء الله. الحمد لله والشكر، احنا وضعنا خطة لأنه توصلنا إلى نتيجة أنه العدو يجب أن نهجم عليه بشكل جبهوي، لأنه أي مجال للإحاطة أو الحيدان أو التخطي لا يوجد. فوضعنا خطة بالهجوم بثلاث محاور على هذا الموضع، وتمكننا بوقت قياسي بيومين إزاحة العدو من هذا الموضع اللي كان عمقه 10 كيلومتر وبجبهة 7 كيلومتر. رجال الفرقة المدرعة 9 كان لهم الدور الأبرز في تحقيق الانتصارات في الشرقاط وتدمير خطوط داعش الدفاعية بوقت قياسي، إضافة إلى تأمين مناطق آمنة للنازحين من خلال خطة محكمة وضعت لحمايتهم. احنا صارت قدامنا عوائل نازحة كثيرة من القرى اللي تم تحريرها إلى آخره، واللي تكلمونا عن بطش وأسلوب داعش معاهم وعلاقتهم السيئة معهم، لكن الحمد لله تم وضع خطة محكمة لإخلاء النازحين وتم إخلاءهم إلى مناطق آمنة ومريحة، وحاليا جاري تقديم لهم جميع وسائل من أمور غذائية كذا إلى آخره، إلى حين إن شاء الله استتباب الأمن في هذه المناطق حتى يعودون إلى مناطقهم ومعززين مكرمين. انتصارات متلاحقة يحققها أبطال القوات المسلحة في الشرقاط وفرار العصابات الإجرامية باتجاه الجيارة في الموصل التي باتت قريبة جدا من التحرير وعودتها إلى أحضان الوطن الواحد. قام معاون رئيس أركان الجيش للعمليات بزيارة قضاء الفلوجة واطلع على القطاعات العسكرية التي شاركت بعملية تحرير القضاء من إرهابي داعش، بهدف الوقوف على الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة في مدينة الفلوجة. تفقد معاون رئيس أركان الجيش للعمليات القطاعات المحررة للمدينة والتقى قائد عمليات الفلوجة والقادة الميدانيين، وقدموا شرحا مفصلا عن تنفيذ الصفحات المعدة ما بعد التحرير لتطهير ما تبقى من جيوب داعش الإرهابية. اليوم تم تفقد سير العمليات من قبل السيد معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وسيتم دفع تعزيزات إضافية لأفواج مغاوير وجحاف المعركة من المشاة الآلي والدروع، وإضافة إلى منظومات صاروخية جديدة لإكمال المناطق، كافة المناطق المحصورة ما بين مناطق الحلابسة والبعلوان والبعفان، وإكمال تحرير جميع المناطق غرب الفلوجة. على بركة الله فجر هذا اليوم شرعت الفرقة العالية 8 لتطهير وإكمال منطقة الحصي تكملة للمرحلة الأولى اللي تم تنفيذها يوم أمس. استطاعت هذا اليوم وبعون الله من التقدم باتجاه أهدافها، الساعات القليلة القادمة سيتم إكمال تحرير المنطقة بالكامل. المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة أكد أن الجولة شملت عددا من المناطق المحررة بسواعد الأبطال من القوات المسلحة الذين سطروا أروع البطولات في دحر العصابات الإجرامية. اليوم على بركة الله انطلقت الصفحة الثانية من عملية تحرير منطقة الحصي بتقدم قطاعاتنا بشكل كبير وتحقيق انتصارات وتدمير لقدرات العدو. تم تدمير العديد من العجلات المفخخة وأوكار ومقرات قيادة وسيطرة. لا زالت العمليات مستمرة، قريبا إن شاء الله تطهر هذه المنطقة وصولا إلى سدة الفلوجة بشكل كامل من دنس الإرهاب والإرهابيين. الأيام المقبلة أيضا هناك استحضارات لعمليات أخرى إن شاء الله ستكون فيها انتصارات كبيرة للقوات المسلحة وللشعب العراقي بتطهير محافظة الأنبار بشكل كامل من دنس الإرهاب والإرهابيين. الجولات الميدانية للمسؤولين والوقوف على احتياجات المعركة أسهمت كثيرا في رفع الروح المعنوية للقطاعات العسكرية ودعم الانتصارات المتحققة في الفلوجة التي تم تحريرها بالكامل ورفع راية الله أكبر عالية خفاقة فوق مبانيها.
لن ننساكم، ما غابوا عن العيون قط وما رحلوا عن البال أبتا، بل ما زالت صور بطولاتهم معلقة على جدران ذاكرة التاريخ، وما زال شريط بطولاتهم يمر من أمام أعيننا في كل لحظة وحين. إنهم شهداء العراق الأبرار، لن ننساكم. التاركون من الأشياء أهونها، الراكبون من الأشياء ما صعبا، سفر الشهداء. الشهيد البطل العميد الركن سفين عبد المجيد عبد الحميد خضر استشهد بتاريخ 28 من آب عام 2015 في قاطع الأنبار. الشهيد البطل العريف آري طلعت إبراهيم يونس كوران استشهد بتاريخ 11 من شباط عام 2013 في قاطع نينوى. أحبتي المشاهدين، ضيف برنامج حماة العراق لهذا الأسبوع السيد معاون رئيس أركان الجيش للتدريب، حيث حاوره الزميل سلام الربيعي. مشاهدين الكرام، تحية الانتصارات. لا شك أن التدريب يقلل من الدماء في المعركة، وهذا ما أفرزته المعارك الأخيرة. فالجيش العراقي كان جيشا منضبطا ومهنيا بمهنية عالية، قاد الحروب وقاد المعارك وحقق الانتصارات. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع، يسرنا أن نلتقي معاون رئيس أركان الجيش للتدريب الفريق ركن صلاح الدين مصطفى. فريق يعني لا بد لنا أن نعرج على أهمية التدريب للمؤسسة العسكرية وللجيش العراقي اليوم وبعد هذا العمل المتواصل. كيف تجد تدريب الجيش العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نحن قطعنا أشواط كبيرة في موضوع التدريب، وهذا ما انعكس على ساحة العمليات وما لاحظته من انتصارات حققتها قواتنا المسلحة في قواطع العمليات، هو نتيجة جهد كبير لوزارة الدفاع ولرئاسة أركان الجيش لما قامت به والدوائر المعنية في موضوع التدريب. وكما ذكرت أنا أنه التدريب يعني لا يتوقف، وإنما عملية مستمرة. وهذا التدريب يعني نحن دربنا عديد من الوحدات والتشكيلات اللي الآن تخوض العمليات في ساحة المعارك، وهذا انعكس على مستوى التدريب وعلى نوعية التدريب وعلى الاستعداد القتالي والبدني للمقاتل العراقي اللي انعكس في ساحات العمليات. يعني سيادة الفريق، هل تغيرت مفردات التدريب خصوصا واليوم الجيش العراقي يخوض حرب مفتوحة، في حرب شوارع وحرب مدن وكل شيء مفتوح في هذه الحروب مع تنظيم داعش الإرهاب؟ يعني هي مفردات التدريب لم تتغير، ولكن هذا التدريب الآن اللي تشوفوه سابقا ما كان موجود. أيضا فنون التدريب يعني القتالات الخاصة مثل ما ذكرت حضرتك، القتال في المناطق المبنية، القتال في احنا الآن قطعتنا تخوض عمليات في مختلف الميادين، في مناطق صحراوية، في مناطق بساتين، في مناطق متموجة، في مناطق بها مستنقعات. يتطلب انه المقاتل يتدرب على كل انواع البيئة اللي يعمل بيها. وايضا موضوع التدريب البدني اللي هو اللياقة البدنية، هذه من اساسيات التدريب. ايضا موضوع ثقة المقاتل بسلاحه من خلال الرمي في بمشبهات التدريب اللي هي السيميليتر والسيمي فاير، والرمي الحقيقي اللي تعلم المقاتل وتنطيه ثقة بنفسه وترفع من استعداد القتالي. وبالتالي هذه كلها تصب في موضوع التدريب. أيضا هناك تدريب مختلف أنواع التدريب اللي هو التدريب على الاتصالات، التدريب الهندسي، التدريب الطبي، التدريب الوقاية من الأسلحة الكيميائية. يعني مفردات عديدة للتدريب، وأيضا للصنوف كل صنف إلى تدريب الخاص. يعني خلينا نأخذ مثال بسيط، يعني معركة تحرير الفلوجة وصفت بأنها بالمعركة النظيفة، أي يعني كان هناك التزام ومهنية عالية من قبل المقاتل العراقي. يعني هل تعتقد هذا هو ثمرة التدريب وثمرة العمل المتواصل لهذه السنوات الأخيرة؟ بالتأكيد الضبط العسكري والالتزام بالسياقات العسكرية هي جزء أساسي من
عملية التدريب، أيضا نحن ندرب أيضا المقاتلين على التعاون العسكري المدني اللي يعمل في بيئة بها سكان مدنيين. وكما لاحظتوا أنه المقاتلين الجيش العراقي كان لهم حقيقة الشرف في حماية المدنيين الموجودين في معركة الفلوجة وتقديم المساعدة لهم، وهذا ما أثبتت وسائل الإعلام كما سلط الضوء عليه أنه المقاتلين الجيش العراقي كان لهم حقيقة تعاون مع المدنيين وإخراجهم من الميادين اللي بيها ساحات القتال اللي كان يستهدفهم العدو الإرهابي داعش كدروع بشرية للاحتماء بهم. أيضا موضوع مهم هو موضوع الاستعانة بالخبرات الأجنبية والدول المندرجة ضمن التحالف الدولي، يعني هناك نشاهد مدربين إسبان، نيوزيلندا، هذه المدارس أو هذه البلدان التي جاءت بمدربيها لإسعاف الجيش العراقي، هل تعتقد هذه حالة صحية؟ بالتأكيد هذول المدربين احنا يعني مستفادين منهم بخبراتهم وبإمكانياتهم وبالتجهيزات اللي دي يجيبوها وبالقاعدة المادية بالتخصيص العتاد للرمي والقاعدة المادية اللي في التدريب اللي تفيد مقاتلينا، واحنا نحتاجهم لان احنا العدو اللي دي قاتلنا جاي كل اغلبها من اكثر من 63 دولة من العالم، و هؤلاء المدربين جايين يفيدونا ويستفادون من أيضا من خبرات مقاتلينا، لأنه هؤلاء إذا ما ساعدونا راح ينتقل هذا العدوى أو هذا الفيروس إلى دولهم، لأن دول المقاتلين قسم منهم الإرهابيين جايين من دول أجنبية وسيعودون إلى هذه الدول. مشاهدينا الكرام، كانت هذه ثمرة الحوار مع معاون رئيس أركان الجيش للتدريب. هذه عودة لتكملة فقرات البرنامج. أكد المستشار العسكري لوزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري على الدور الكبير الذي تقوم به الفرقة المدرعة التاسعة في عملية تحرير قرية محمد موسى وبإسناد قيادة القوة الجوية وطيران الجيش، حيث كبدوا الدواعش خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. جاء ذلك خلال تقدم قطاعاتنا باتجاه الشرقاط وناحية القيارة من محور شمال بيجي. قدمت طائرات القوة الجوية العراقية المقاتلة البطلة الإسناد الناري لقطاعات الفرقة المدرعة التاسعة التي تتقدم ومنذ أكثر من 5 أيام باتجاه تحقيق أهدافها من شمال صلاح الدين باتجاه جنوب الموصل لتحرير الأقضية والنواحي. خلال 24 ساعة قدمت إسناد تعبوي بحدود 21 طلعة جوية عدا الإسناد الإداري، وكذلك قدم الطيران الجيش أكثر من 40 طلعة جوية، وهذه الطلعات أسفرت عن تدمير أعداد كبيرة من آليات ومدرعات وأشخاص. الطلعات الجوية التي قدمت الإسناد التعبوي القريب المباشر لقطاعات الفرقة المدرعة التاسعة استطاعت أن توقع الخسائر الكبيرة في تنظيمات داعش الإرهابية وخاصة في عجلاته ومعداته وأسلحته، وأيضا استطاعت أن تقنص وتقتل الكثير من الأشخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. في معركة مفصلية كبرى طرزت سفر الجهاد المقدس بالنصر المؤزر العظيم لشعب الجهاد وموطن الثبات والرباط ومداد التضحيات وعناوين الكرامة الباسقة في أرض الرافدين شعب العراق المجاهد، وبأداء نوعي ملحمي سدده المدد الإلهي العظيم أنجز الرجال العهد وأوفوا بالوعد وأعادوا الفلوجة العزيزة إلى حضن الوطن محررين لأهلها ظافرين متوكلين على ناصر المؤمنين وقاصم الجبارين، يحملون قيم الوطن والوطنية ويجسدون آيات الولاء والمحبة لشعبهم، تلبسهم عزة العراق ورفعته ونصره المأمول وثأره العظيم ممن دنس الأرض واستباح الحرمات
من عصابات الغدر والهمجية الداعشية. لقد كانت معركة تحرير الفلوجة معركة نوعية وإنموذجية بامتياز، جرى الإعداد والتحضير لها على وفق نسق دقيق في التسليح والتجهيز والتدريب والتعبئة النفسية ومتطلبات الدعم اللوجستي، وارتكزت على مبادئ الحرب الحديثة ونسق العمليات المشتركة القائم على وحدة القيادة والسيطرة والتخطيط الاستراتيجي والعملياتي الدقيق، ومبدأ تكامل الأدوار وتعاضدها لا تداخلها أو تضادها بين القوات المقاتلة على شتى مسمياتها وتنوع صنوفها وأسلحتها وقدماتها، ما أكسب القوات أداءً نوعياً مميزاً وفر لها مزايا المرونة والمناورة العملياتية والاستراتيجية وسرعة الاستجابة طبقاً لمتغيرات المعركة ومسار تطورها، فضلاً عن تأمين كثافة النار ضد أهداف العدو والتي أبطلت استراتيجيته القائمة على الدفع بالمفخخات والانتحاريين وجردته من سلاح الذل والجبن الذي تلبس به، وأداؤه باتخاذ المدنيين سبيلاً ودروعاً لمنع قواتنا من الوصول إلى أهدافها. واحد هو العراق، واحد هو العراق، واحد هو الهدف على طريق نصرته، فجيشنا سور الوطن وحشدنا خير سند، وشعب في ليل المحن للجيش والحشد مدد، على حب العراق نلتقي وعلى سلم مجده إلى العلا نرتقي، صفوفنا موحدة، قلوبنا موحدة، فأصابع كف المرء في العد خمسة ولكنها في مقبض السيف واحد. أحبتي المشاهدين، والآن مع فقرة بريد البرنامج وتقدمها الزميلة حنان محمد، تفضلي حنان. شكرا إبراهيم، أهلا بكم مشاهدينا في فقرة بريد البرنامج، لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، هذه بعض الإجابات لبعض الشكاوى التي وردتنا إلى مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي لوزارة الدفاع. المواطن ياسر خالد رزوقي والمواطن علي فالح مزهر والمواطن مثنى حسون علياوي داود، حصلت الموافقة على طلبكم، وكذلك النائب ضابط جاسم كريم دراول بيّنت الجهة المختصة بأن المومى إليه لا يستحق الترقية كونه خريج الدراسة الابتدائية، والمطلوب في ذلك خريج متوسطة فما فوق. أما النائب عريف علي صالح هادي لا تؤيد مديرية إدارة المراتب نقل المومى إليه كونه لديه نسبة عجز كمجموع 45%، منها 15% حدثت أثناء الخدمة ومن جرائها، وبالإمكان نقله إلى المقرات الخلفية ضمن صلاحية قائد الفرقة وتكليفه بواجبات تتلائم مع حالته الصحية. مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، ونستمر في قراءة إجابات عن المشاكل والشكاوى التي تردنا إلى مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي من قبل منتسبينا. النائب عريف أنور غالب حديد بيّنت الجهة المختصة استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المحترم بأنه يمنع نقل الضباط والمراتب إلى وحدات المقر العام. أما العريف أنور خالد إبراهيم محمد بيّنت الجهة المختصة بأن المومى إليه مؤشر في قاعدة بيانات فسخ العقد للهاربين على ملاك فوج مغاوير واحد في قيادة عمليات بغداد بموجب الأمر الإداري 198 في 2015. أما المواطن أحمد عبد الخالق كاظم التميمي بيّنت الجهة المختصة بأن المومى إليه خارج ضوابط التعيين استنادا إلى المادة 30 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010. مشاهدينا الكرام، وهذه عودة إلى الزميل إبراهيم. تمكن أبطال الجيش العراقي في الفرقة المدرعة التاسعة من تحرير عدد من القرى في قضاء الشرقاط،
الزميل محمد حسين المراسل الحربي لوزارة الدفاع يأخذنا بجولة ميدانية في القضاء. بعد انطلاق عملية واسعة لتحرير قضاء شرقاط من دنس الإرهاب شمال محافظة صلاح الدين، الآن تشكيلات الفرقة المدرعة 9 ولواء المشاة 92 وجهاز مكافحة الإرهاب يواصلون التقدم لتحرير المناطق التابعة للقضاء. لمزيد من التفاصيل كونوا معي في هذه الجولة. العمليات شفت الخسائر اللي صورتوها أمامكم من تفجير أكثر ما يمكن من 20 عجلة مفخخة، العدو استهدف القطعات اللي كانت هاجمة، وأيضا الدور كلها مفخخة والطرق شبكة من العبوات الناسفة في هذه المنطقة. بدأنا بقرية محمد موسى اللي كان الدفاع مركز في هذه المنطقة، الحمد لله استطعنا على اختراق الدفاعات اللي كان مسوينها، وحاليا اليوم أمس أيضا تم اختراق الموضع الدفاعي الخاص بقرية الشيخ علي، تم اختراقه وماكو بعد هذه القطعات ماكو بعد يعني. أعزائي المشاهدين، تمكن أبطال لواء 92 فرقة 16 بإسناد أبطال الفرقة 9 من تحرير منطقة محمد الموسى، وتم العثور خلال تحرير المنطقة تم العثور على كدس كبير من الاعتاد يحوي على قنابر هاون، كما تشاهدون مكتوب عليه الدولة اللاإسلامية ديوان الجند، أقداس أعتدي كما تشاهدون، قواعد اطلاق صواريخ. لمزيد التفاصيل يحدثنا النقيب عن عمليه التحرير وكيفيه تم العثور على الكدس. تم تطويق المكان، القريه المذكوره محمد الموسى، من جهتين، من محورين، محور الجهاز عمليات الخاصه ومحور اللواء 92 فوج الاول. تم دخول المنطقه من محورين ولادوا بالفرار وقتلاهم، تلقاهم قدامكم، وهاي اعتدتهم واسلحتهم عافوها، ما قدروا يصمدون نهائيا، وان شاء الله هم على هزيمه ومعنوياتهم منهاره حيل، ومعنويات جنودنا وابطالنا بخير وبهمه وعزيمه، واحنا متقدمين ان شاء الله باتجاه الموصل، ما نوقف الا على ابوابها ان شاء الله. شكر اليوم احنا منطقة الشرقاط حررناها بالكامل، بس جاي نطهرها من العبوات الناسفة والأحزمة الناسفة والأنفاق، وإن شاء الله متوجهين للموصل، وأقرب وقت نزف البشرة مثل ما زفوها أخواننا في الفلوجة وفي الرمادي وباقي المناطق المغتصبة، إن شاء الله وأقرب وقت راح إن شاء الله نزف البشرة مدينة الموصل، مدينة العز، مدينة الأنبياء، مدينة الكرامة، وإن شاء الله ما راح يظلون داعش إن شاء الله وصل يعني لحد النهاية مالتهم، واحنا نقول لهم جايينكم وين مصيرون، جايينكم باي مكان، جايينكم
وين يعني وين انتم اي شبر بالعراق احنا جايينكم. بعد تحرير منطقه محمد موسى الحماد تمكن الجهد الهندسي التابع لواء 92 فرقه 16 من العثور على متفجرات باطنان كبيره، سيحدثنا النقيب عن هذه التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الصبح كان عندنا واجب تطهير منطقه محمد موسى الحماد قريه محمد موسى الحماد، تم العثور على عجله مفخخه نوع شوفر. بعد التفتيش تبين ان العجله محمله بهاي العبوات مثل ما تشوفونها قدامكم. بعد الانتهاء من عملية تطهير قرية محمد الموسى اللي تعتبر خط الصد الأول للدواعش الأنذال باتجاه مدينة نينوى، تم العثور على عدد كبير من الأنفاق، وتم العثور على عجلة مفخخة تم تفكيكها من قبل معالجة الفوج الأول لواء 92 وتفجير المواد المتفجرة في نفس المنطقة. كذلك تم العثور على عدد من الأحزمة وهاونات واعتدت العدو، وتم الاستفادة منها في رمي قطعات الدواعش الأنذال. حلو رحنا للدبس وطلعونا هذا ولا فوق وانهزمنا وجينا اليوم عليكم. والله بارك الله بيهم، والله ان شاء الله ينصركم يا يابا ويوفقكم ولادي. والله كيفنا من جيتونا يا يابا، نريدكم تفكونا ولادنا وتنطونا الايمان، مشكورين والنصر ان شاء الله لكم يا يابا. الحمد لله والشكر، تم تحرير قريه الشيخ محمد موسى وقريه الشيخ علي وناحيه مكحول. بعد هذا تفاجأ الجيش بخروج والعوائل التي نزحت من تلك المناطق بكميات كبيرة جدا، فوفرنا لهم ملاذات آمنة وطرق آمنة بالرغم مما قدمنا من تضحيات من شهداء وجرحى في سبيل حمايتهم للخروج من ظلم وسيطرة واستعباد داعش المجرمين. وانتم كما تعلمون انه داعش اي منطقة يدخل لها يعني يبيح كافة الحرمات بها ويسفك الدماء، وانتم كما شاهدتوا شلون الاستقبال حار وما قدمنا لهم من غذاء ودواء وماء وعناية طبية خاصة للنساء والأطفال والشيوخ. والحمد لله والشكر تم نقلهم إلى ملاذات آمنة وكانات مخصصة ضمن القاطع وحتى تصدر أوامر لنقلهم إلى مكانات أخرى. تقدم كبير تحرزها قوات المسلحة لتحرير قضاء الشرقاط من قبضة داعش الإرهابي. من قضاء الشرقاط محمد الشويلي، المراسل الحربي لوزارة الدفاع. تمكن أبطال الفوج الثالث اللواء المدرع 36 في الفرقة المدرعة 9 من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لعصابات داعش الإرهابية والتي كان يستخدمها الإرهابيون بعمليات استطلاع لأماكن تحشد القطعات العسكرية. طائرة سيرها الدواعش لتصور لهم المواقع العسكرية والمدنية بغية الاستفادة منها في تنفيذ مآربهم الإرهابية، فكان لهذا الطائر الغريب الصيادون البواسل بالمرصاد، فأطلقت السواعد السمر سهامها
لتكسر أجنحة هذا الطائر الذي حاول أن يعكر صفو سمائنا الجميلة. اليوم الساعة 6 عصرا قام داعش بإطلاق طائرة مسيرة وذلك للتجسس على قطاعاتنا الأمنية، ولكن أبطال الجيش من الفرقة المدرعة 9 كانوا لهم بالمرصاد وقمنا بإسقاطها والحمد لله والشكر، ها هي تحت أقدامكم. طائرة مسيرة بمحركات حقد الإرهابيين القتلة تسقط تحت أقدام المقاتلين الأبطال مثلما سقطت راياتهم السود لتعلو مكانها راية العراق خفاقة فوق رؤوس النشامى. تمكنت قوة من الفوج الأول اللواء الثاني والأربعين فرقة المشاة 11 من الاستيلاء على كتس للأسلحة والأعتداء مخبأ في أحد البساتين بمنطقة المدائن، وذلك بناء على ورود معلومات استخبارية مؤكدة. من أجل الحفاظ على أمن المدائن فقد شرعت قوة من الفوج الأول اللواء الثاني والأربعين بإمرة أمر الفوج بمداهمة أحد البساتين ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم العثور على كتس للأسلحة والأعتداء مخبأة فيها. العمليات الاستباقية اللي يقوم بها الفوج الأول اللواء 42 فرقة 11 ضمن تفتيش المناطق، ضمن خطة تفتيش المناطق تم العثور على كتس للأسلحة والأعتداء اللي يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي ضمن المناطق يتخيل أنه ما يوصلها ما تصلها القوات الأمنية. تم بعند الله الحمد لله أنه اكتشفنا مكانهم ومكان الأسلحة والأعتداء اللي خبوها وتم استخراجها مثل ما شوف حضراتكم. المهنية أساس العمل بالنسبة للقطاعات الأمنية، فتعاملنا الجيد مع المواطن أدت إلى تعاون المواطن أيضا مع الجهات الأمنية مع القوات الأمنية، وحسب الدراسات أنه 70% من المعلومات هي تعتمد على المواطن، فالحمد لله أنه تعاون المواطنين ويانا بشكل جيد أسفر عن الكثير عن إلقاء القبوض واستدلال على أماكن الإرهابيين بشكل واضح. تأتي هذه العملية بناء على ورود معلومات استخبارية كان للمواطن الدور الكبير فيها، يعتمد رجال الجيش على مصدر المعلومة الأول وهو المواطن في رصد أي تحرك يثير الشبهات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. بالنسبة لنا تعاوننا مباشر ويا الاستخبارات بتواجد ويا أمر الفوج والمدنيين معلومات استخبارية ويا استخبارات اللواء واستخبارات الفوج اللواء 42 تعاون صورة جيدة، لأن تعاملهم ويا الناس صحيح، من يجون عليهم شغلة يقضوها لهم، زيارات فواتح يرحوا لهم، فالناس قامت بدأت تتعاون يوم عن يوم أكثر للمعلومات الاستخبارية. المقاتلون عبروا عن مدى تفاعلهم المعنوي مع هذا الإنجاز الذي ساهم في حفظ أرواح وممتلكات المواطنين، حيث كان فلول الإرهاب يرمون استخدام هذه الأعتداء للاعتداء على المواطنين والمنتسبين. قدرنا نقدر على الأقداس مثل ما تشوفون منطقة المدائن، جهدنا الاستخباراتي وجهد أمر فوج مقدم لكم إسماعيل ودورياتنا، وقدرنا نقدر على الأقداس مالتهم وإن شاء الله ما يبقى أي شيء هنا. تم ضبط هذا الكدس من الأعتداء والأسلحة من معلومات استخباراتية وردتنا، ونشكر المواطنين على مساعدتهم للاستخبارات.
الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل رجال الجيش لها الأثر الكبير في استباب الأمن وتحقيق الحياة الآمنة من خلال اليقظة المستمرة والانتباه للحفاظ على أرواح المواطنين الذين يعيشون في كنف الجيش العراقي الباسل. انتصارات كبيرة في الفلوجة لكافة القطاعات المسلحة أسرت الصديق وأغاظت العدا، حيث استبسلت قواتكم المسلحة في عملية كسر الإرهاب التي شهدت قتالا عنيفا ضد الإرهابيين الدواعش في الفلوجة، والتي أثمرت بإحراز النصر الكبير في هذه المدينة وتخليص أهلها من الإرهابيين الدواعش. عزيمة على النصر وإصرار على تحقيقه، هكذا كان وعد الرجال النشامى وهم يتقدمون لتحرير مدينة الفلوجة وإعادتها إلى حضن الوطن عزيزة مكرمة. وكان لهم ما أرادوا، فحققوا النصر بعد معارك عنيفة أذاقوا فيها فلول داعش الإرهابي مرارة الهزيمة والخذلان. يلا حيوا رجال بعد رجالنا، هم رفعت راس دول أولادنا. يلا حيوا رجال بعد رجالنا، هم رفعت راس دول أولادنا. يا عراق جيشك تحت الصعبات، يا عراق أهل الغيرة والكلفات. يا عراق جيشك تحت الصعبات، يا عراق أهل الغيرة والكلفات. حيوا رسول القاع حي أبطالنا، حيوا رسول القاع حي أبطالنا. الإشراف الميداني لوزير الدفاع ومتابعته تنفيذ خطط معارك التحرير وتواجده مع القادة العسكريين بين المقاتلين وفي خطوط المواجهة كان له الأثر الكبير في دعم معنويات الرجال البسلاء وصنع الانتصارات بأقل الخسائر وبوقت قياسي. الحمد لله، يعني حقيقي كلامي إلى الشعب العراقي الكريم أنه القوات الأمنية تحقق انتصارات كبيرة في كافة المحاور، وهي تضرب الطوق على مدينة الفلوجة وتستحضر استحضارات مهمة جدا لاقتحام الفلوجة. هدفنا الأول والأخير هو أمن المواطن المدني، وهذا توجيه السيد القائد العام وكذلك القيادات العسكرية أنه سنكون محافظين وحريصين على المدنيين في مدينة الفلوجة وأي مدينة عراقية ستحررها القوات الأمنية العراقية. رجال الجهد العسكري الأبطال وفرسان طيران الجيش وصقور القوة الجوية رسموا بشجاعتهم الفائقة من خلال مشاركتهم في معارك التحرير أجمل صور البطولة والبسالة والفداء، فكانوا خير عون وسند للقطعات البرية الباسلة. يا وطن كل شيء يهون، انت نصرك للبشر قرة عيون. تبقى سالم يا وطن كل شيء يهون، انت نصرك للبشر قرة عيون. احنا عاهدنا بشارة لم الشهيد، نرجع الفرحة لوطننا بيوم عيد. احنا عاهدنا بشارة لم الشهيد، نرجع الفرحة لوطننا بيوم عيد. ترجع أرض الخير رد أمالنا، ترجع أرض الخير رد أمالنا. لم ينسى رجال الجيش الأبطال أهلهم في مدينة الفلوجة، وخصوصا أولئك الذين نزحوا منها قصرا، فكانوا رمزا للأبناء البررة والذين لم يبخلوا في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لجموع العوائل النازحة وتوفير الأمان والمأوى لهم والوعد بالتعجيل في عودتهم إلى مساكنهم. يلا حي رجال بعد رجالنا، هم رفعت راس دول أولادنا. يلا حي رجال بعد رجالنا، رفعت راس دول أولادنا. يا عراق جيشك تحت الصعبات، يا عراق أهل الغيرة والكلفات. يا عراق جيشك تحت. إلى هنا سادتي المشاهدين تكون حلقة البرنامج قد انتهت، نودعكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه.